السيدة أم محمد تتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله. حضرتك اللي انت النهاردة قلته دوت قبل في أول الحلقة كله عندنا. أنا عندي بنتي قعدت 4 سنين على أولادها، أب وأم ومدرسة وخدامة وطباخة وكل حاجة، والأب في الخليج. طيب ماشي، بيبعت لهم مصاريفهم وخلاص على كده. ماشي، فجأة نزلت وعرفت ان جوزها في علاقة مع واحدة تانية. اتكلمت وفهمتنا وقالت له ليه كده ومش ليه كده. قال لها دي غلطة ومش غلطة ومش عارف ايه والكلام دوت. قالت له طيب انا اجيب العيال واجي معاها 3 بنات. المعاملة مع البنات هو مش هي، بنتي صغيرة، بنتي عندها 35 سنة. فجأة عرفت ان هو ايه اما سافرت ان هو متجوز واحدة قد امه. بنتي دلوقتي مش مرتاحة، كل شوية مشاكل من ساعة ما سافرت، بقالها شهر اهي كل شوية مشاكل. فيعني سؤال حضرتك يا استاذ محمد، ايه يعني انا مش عارفة بنتي تعمل ايه معايا. اقول لحضرتك تعمل فضل. ايه اتفضل. اقول لحضرتك فضل. بص يا استاذ محمد، ده قد مامته. يعني حضرتك مستغربه ان هي قد مامته؟ هيقول لك الحب ملوش كبير. يعني خلينا نقول بس ايه، مش هي دي فرق السن. انت حضرتك مش قادره تستوعبي عدم الوفاء لبنتك. انا موافق على ده. اما سؤال هو عمل كده ليه، ففي 60 سؤال. اول حاجه ان هو ادمن الست الكبيره دي، لو هي كبيره عنه في السن ادمنها. الامر الثاني لانه قعدوا مع بعض فترات طويله، فبقى هو معتبرها جزء من حياته، او هو كان عايز يتجوز واحده تتعامل معاها ان هي زي والدته، وهو محتاج الزوجه الام، فهي عملت كده معاها، هي اهتمت بيه اهتمام مختلف شويه في اكل وفي شرب وفي حاجات كتيره جدا. ممكن نبقى في مره نبقى في حلقه من حلقات نتكلم عنها، عشان الاستغراب بتاع الستات في بعض الاحيان ما بيحلش. اللي بيحل ان احنا نوصل لنعمل ايه. خليني اقول لحضرتك ان 80% الابحاث بتقول ان 80% من الستات اللي بتتصدم في مساله ان زوجها ان بقت تحولت الى ان هي ليها ضره، وبقى 80% بيقدروا يتجاوزوا ده. فارجو ان بنتك تقدر تتجاوز ده. فاول حاجه لازم بنتك تتعامل مع ان ده امر واقع. ده واحد. امر واقع يعني ايه؟ يعني ان هي ستهتم ببيتها، تركز في بيتها. أسوأ حاجة ممكن تعملها امرأة جوزها اتجوز عليها تركز مع الزوجة الجديدة. أسوأ حاجة في الدنيا. ده هي لو عملته بتدمر أسرتها وبتدمر نفسيتها وبتدمر علاقتها بزوجها. فتركز على بيتها. تركز على بيتها يعني إيه؟ مش هنتكلم ولا نبكي على اللبن المسكوب. كان فكرة إن هو يسافر لوحده ده يكاد يكون السيناريو المعتاد لمن يسافر وحده، وخاصة بعد فترة قريبة من الجواز. واحد خلاص عارف يعني ايه جواز، وزوجته هنا وهو هناك. السيناريو ده مكرر؟ اه مكرر. قليل؟ لا كتير. وبتبقى الزوجة نفسها خايفة، فتعمل ايه؟ تعمل المعادلة كده غلط جدا. اولادي ولا جوزي؟ لا اولادي طبعا. لا، هي المعادلة مش كده، هي اسرتي. المعادلة هي أسرتي. فلازم نفهم ده بشكل صحيح. يبقى أول حاجة بنتك لا تطلب الطلاق ولا تفكر في الطلاق. بنتك تركز على حياتها. بنتك تحاول بقدر الإمكان إن هي تجلس مع زوجها وتتكلم هيعيشوا إزاي في الفترة القادمة، وتتكلم إن هي تضع قواعد بشكل يعيد المسائل إلى نصابها عشان تقدر تكمل حياتها. ده اللي أنا أقدر أقوله لك وإحنا في الهوا. لكن إحنا محتاجين استشارة زوجية سريعة.